السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا أهل الإسلام والإيمان، أبشروا فقد كتب ربكم على نفسه الرحمة. وصلنا إلى تفسير سورة الإخلاص من التفسير القويم للقرآن الكريم. عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر رضي الله عنه: إذا نستكثر قصورا يا رسول الله. فقال: الله أكثر وأطيب. والحديث في السلسلة الصحيحة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. والحديث في السلسلة الصحيحة. قال ابن القيم: فسورة قل هو الله أحد متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة، وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له، المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية وغناه وأحديته، ونفي الكفء عنه المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن. وهذا الكلام له رحمه الله في بدائع التفسير. انتهى كلامه. قلت: وقوله صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن يبينه قوله صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. حديث في صحيح مسلم. قلت: فثلث القرآن في قوله صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا، لأن من رضي بالله ربا هي مدار سورة الإخلاص، والله تعالى أعلم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن المشركين قالوا: يا محمد أنسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. والحديث صححه الحاكم إسناده في المستدرك ووافقه الذهبي. قال ابن قيم الجوزي رحمه الله في بدائع التفسير: قوله تعالى قل هو الله أحد فهو توحيد منه لنفسه، وأمر للمخاطب بتوحيده. فإذا قال العبد قل هو الله أحد كان قد وحد الله بما وحد به نفسه، وأتى بلفظة قل تحقيقا لهذا المعنى، وأنه مبلغ محض قائل لما أمر بقوله والله أعلم. قال ابن كثير: وقوله تعالى الله الصمد قال عكرمة عن ابن عباس: يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. ثم قال الربيع بن أنس: هو الذي لم يلد ولم يولد، فكأنه جعل ما بعده تفسيرا له، وهو قوله لم يلد ولم يولد وهو تفسير جيد. يعني كلام الربيع بن أنس اللي حسنه أو استحسنه ابن كثير رحمة الله عليه، وكلام عظيم، إنه معنى الله الصمد لم يلد، معناها لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والله أعلم. انتهى كلامهم. قلت: والأحد أيضا من أسماء الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك،
فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد، أنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن الأحد من أسماء الله الحسنى، لأنه جاء في هذا الحديث معرفا بالتعريف. والحديث رواه البخاري. قال ابن القيم قوله تعالى لم يلد ولم يولد متضمن لكمال صمديته وغناه، ولم يكن له كفوا أحد متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له، والكلام في بدائع الفوائد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله عز وجل؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليدفل عن يساره ثلاثة وليستعذ بالله من الشيطان، والحديث في السلسلة الصحيحة. انتهى. قلت قرأها كفئا بالهمزة مع سكون الفاء يعقوب وخلف العاشر وحمزة، ولكنه أبدل الهمزة واوا وقفا، وقرأها حفص عن عاصف فقط كفوا بالواو مع ضم الفاء، وقرأها الباقون كفؤا بالهمزة مع ضم الفاء، والكلام من موقع نون للقرآن وعلومه. قال ابن القيم رحمة الله عليه وملاك النجاة والسعادة والفوز بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتب الله تعالى، وبتحقيقهما بعث الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإليهما رغب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم من أولهم إلى آخرهم. أحدهما التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص. والتوحيد الثاني عبادته وحده لا شريك له وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء. وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورتي الإخلاص، وهما سورة قل يا أيها الكافرون المتضمنة للتوحيد العملي الإرادي، وسورة قل هو الله أحد المتضمنة للتوحيد الخبري العلمي. فسورة قل هو الله أحد فيها بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال وبيان ما يجب تنزيهه عنه من النقائص والأمثال، وسورة قل يا أيها الكافرون فيها إيجاب عبادته وحده لا شريك له والتبري من عبادة كل ما سواه، ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر والمغرب والوتر اللتين هما فاتحة العمل وخاتمته، ليكون مبدأ النهار توحيدا وخاتمته توحيدا. كلامه انتهى من اجتماع الجيوش الإسلامية. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 مرة أو 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. صحح الأرنوط إسناده على شرط الشيخين في مسند أحمد. وعن جابر رضي الله عنه قال قام رجل فركع ركعتي الفجر ركعتي الفجر فقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد عرف ربه. وقرأ في الركعة الآخرة قل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد آمن بربه. حسنه ابن حجر في الإمتاع، وقال الأرنؤوط في تخريج سير أعلام النبلاء رجال وثقات، وقال في تخريج صحيح ابن حبان إسناده قوي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.